كتير. خلونا نستقبل اتصال تليفوني ونقول الو. الو. ايوه مساء الخير. الو. ازيك؟ الحمد لله. اتعرف بيكي؟ مش لازم. طيب ممكن تعلي صوتك شويه؟ ماشي. طيب كم سنه؟ انا 1-1. مش لازم 1-1 ولا 1-5، كم سنه في المطلق كده يعني؟ 18 سنه. طيب اتفضلي تحت امرك. كنت واحد من 5 سنين. طيب ممكن توطي الراديو بقى عشان اسمعني تاني عندك؟ طيب. انا وهو بنحب بعض من 5 سنين. وكان بيحصل مشاكل كثيره جدا بين اهلي واهله وكده. وبعد كده جبت الجملي. بس من الاول كنا بنعمل مع بعض كل حاجه يعني. وبعد كده هو صمم ان هو يخطبني وكان هيسافر. وبعد كده انا قلت له مش هينفع تسافر الا لما تخطبني الاول، انا ما اضمنش اللي يحصل بعد كده، لازم تخطبني. بعد كده قال لي ماشي وما اتكلمش يعني جالي. ومحدش كان موافق عندي خالص. بعد كده بقى رجعوا بعد عذاب يعني. وبعد كده خطبت له زواج مختبر بقى لي 9 شهور. و يعني عم برضك لسه مستمرين في العلاقه، وعملت معاه علاقه كامله وكل حاجه بنعملها مع بعض. وساعات بحس ان هو مش يعني ساعات بحس ان احنا الاثنين متغيرين قوي مع بعض. بتحس ان انتوا الاثنين ايه؟ متغيرين مع بعض. هو عنده كام سنه؟ هو عنده 20. عنده 20 سنه. وبعدين؟ ومستمرين في العلاقه لحد دلوقتي وكل حاجه. بس انا في اكتر الاوقات انا خايفه كل ما اقول له عمليه ومش عمليه يقول لي ماشي هعمل لك اللي انت عايزاه. ويعني هو عايز يعملها لي، هو موافق. بس انا خايفه. طيب يعمل لك، هو مش خطبك؟ ايوه. وهتتجوزه؟ طب يعمل لك عمليه ليه؟ انا فاضل لي سنه. يعني انت عايزه تعملي عمليه عشان لو خلع يبقى انت في الامان؟ مش علشان لو كده. امال؟ مش عشان كده، انا عايزه اعملها علشان خاطر اهلي ويوم ما اتجوز والكلام ده كله يعني. عشان اهلك مالهم وما يخشوا معاكي في الدخله؟ لا بس انا برضه خايفه، مش متاكده قوي. مش متاكده ان هو هيكمل؟ لا مش منه، انا مش متاكده من اهلي ان هم ممكن يدخلوا معايا ولا لا. يدخلوا معاكي ازاي يا بنت الناس؟ يدخلوا معاكي ازاي؟ هو ازاي يعني امك تخش معاك تحضر الدخله ولا ابوك يخش يحضر معاك الدخله؟ هو في كلام زي كده؟ انا ما اعرفش، انا بخيف. ولا انت خايفه من الدخله البلدي بقى؟ ايوه انا خايفه. انتوا منين؟ انتوا من بلد ارياف ولا من القاهره؟ صعيده يعني ولا منين؟ لا انا من مصر. ما فيش في القاهره يا بنت الناس دخله بلدي. ما فيش دخله بلدي. ولو يعني ولو انت وجوزك واتفقتوا مع بعض ان احنا هنداري خلاص وربنا يسترها علينا ورب الله حليم وستر ونكمل حياتنا، هتعرفوا تتكلموا مع اهلك، مش دي القضيه، مش هيحصل حاجه. انما اهم حاجه يطلع هو انسان محترم ويكمل معاكي السنه. هو ساعات مش بتكمل، ساعات بنتخانق مع بعض كتير. طيب بصي بقى يا بنت الناس، بصي يا بنت الناس، طيب انت دلوقتي عندك مشكله انك عايزه تعملي العمليه، صح؟ انت لسه عيله عندك 18 سنه، ما تزعيش من كلامي. لما تقولي بدات العلاقه معاه من 5 سنين، يعني بداتي وانت عندك 13 سنه. من 5 سنين. امال من كام سنه؟ سنتين ثلاثه كده. طيب لما يكون عندك 15 16 سنه وتبتدي علاقه مع واحد وتعملي معاه كل حاجه وعلاقه كامله، ها، ادعي ربنا صبح ظهر ليل ان الموضوع يمشي ويكمل للاخر مبدئيا، لان لو ما كملش للاخر بقت نصيبه. تاني حاجة، توقفي العلاقة الكاملة دي تماما تماما بمعنى كلمة تماما، لأن أول حاجة ده غلط، تاني حاجة ده مش حب، ده غلط، ها، لأن ربنا سبحانه وتعالى ما يرضاش بالغلط ده، ده متحرم في كل الكتب السماوية، ده اسمه زنا، متحرم في القرآن، متحرم في الإنجيل، حتى اليهود محرمينه. يعني انا ما اعرفش الديانات التانية بقى اللي هي مش سماويه، اللي زي البوذيه والكونفوشيوسيه والحاجات الهلاميه اللي احنا طول النهار بنسمعها دي، ومحرمين الكلام ده، اعتقد محرمينه. ربنا ما يرضاش يا بنت الناس بالله خالص، وربنا شايفك وانت بتعملي كده. لو ربنا ستر عليك كل الفتره اللي فاتت دي عشان محبته لينا كبشر،
يبقى احنا بقى نتلم علشان ما يحصلش حمل وتلاقي بطنك كبرت قدامك ها وفجأة ما بقيتيش عارفة تعملي اي حاجة غير ان انت تنزلي الطفل وتقتلي نفس بريئة او تتفضحي قدام ابوك وامك والعيلة كلها والدنيا ان البنت حبلت وهي عندها 18 سنة. ممكن الفاس تقع في الراس. يبقى اولا علشان ربنا ما يرضاش بكده، ثانيا علشان ربنا سطر علينا وممكن بعد كده يحصل مصيبة وربنا ما يسترش علينا وتبقى فضحتك بجلاجل والجوازة حتى كده كده ما تكملش، ثالثا علشان ربنا يرضى عنك ويرضى عنه ويكمل لكم على خير. حطي في دماغك ان ربنا شايف، ربنا ما بيدورش وشه وما بيشوفش، شايف وسامع وعارف كل حاجه.